هذه الاتفاقية سوف تسمح بمرافقة طلبة الجامعات الثلاث في مجال الإعلام الآلي ومطوري البرامج بالانخراط ضمن مسعى تشالنج التحدي الذي سوف ينطلق اليوم من جامعة قسنطينة 2 للمطورين والمبرمجين. من جهة ثانية سوف تسمح بدعم الطلبة حاملي المشاريع. أكثر من 8000 طالب استفاد من مختلف التكوينات ومختلف المرافقات الموجودة على مستوى شركة هواوي. أكثر من 55 مؤسسة جامعية، واليوم أصبح 58 مؤسسة جامعية أبرمت اتفاقيات مع شركة هواوي. نحن اليوم في قسنطينة من أجل عقد مشروع مع جامعة قسنطينة 1، 2، 3. مشروعنا يتمثل في تنصيب الأكاديمية العلمية لتسهيل عملية البحث العلمي بالنسبة للطلبة الباحثين المهتمين بالتكنولوجيا وحتى للأساتذة الباحثين.